مشاهدينا متابعينا الاعزاء على بركه الله وتوفيقه ينطلق الشوط الختام، ختام مسك باذن الله تعالى لهذا اليوم ولانطلاقه اول ايام هذا المحلي والسباق المحلي الاول. نتواصل بالنداء مع الخمسه المراكز المتقدمه كي ارى اول المراكز. هنالك التواجد من قبل توق محسن بن محمد بن مسفر بن حميد المري مع اول المراكز، ثاني المراكز تواجد وتقدم ارصاد صالح بن حمد العاب المري والنقل للمركز الثالث. هنالك التواجد من قبل ربع سالم بن علي بن بريك الفيدة المري والنقل للمركز الرابع. وتابع هنالك التواجد من مصيح محمد بن جابر بن عبيد السناري المري. وخامس المراكز الحذرة لمبارك بن سالم بن محمد بن بريك المري. هذه إذن الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود بحضراتكم إلى شعار بن محميد من سيطر مع أول المراكز وانطلق مع المقدمة ومع توك. توك إذن على أول المراكز على المقدمة تسيطر على هذه الانطلاقة. توك تعود الملكية لمحسن بن محمد بن مسفر بن محميد المري. ثاني المراكز التواجد من قبل غند على ثاني المراكز عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابث المري والنقل للمركز الثالث. وشاهد التواجد من قبل بن شاهين صالح بن حمد بن صالح المري مع المركز الرابع مع هذه الانطلاقة ومع هذا التواجد الجميل مع انطلاقة هذه الشعارات وهذه الأسماء المميزة. مع هنالك شعار بن عبده بننطلق مع المركز الثالث، ومع هذا التواجد بن شاهين لصالح بن حمد بن عبده المري رابع المراكز. هنالك الأسماء بدأت تشتد خطورة وتنطلق مع هذه اللحظات، ولكن أعود بحضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى توك من تسيطر على المقدمة. محسن بن محمد بن مسفر بن محميد المري مع الانطلاق الأول ومع التقديم هذه العروض المميزة. ثاني المراكز التواجد من منصورة مسفر بن حمد بن مسفر الشهواني، وهنالك القدوم من وهايب ناصر بن علي بن عبيد المري مع هنالك وهايب من انطلقت الى الصداره من تقدم هذه الموهبه الجميله. ولكن شعار بن قطامي وصلت الخطوره من الباسله وسلاله الباسل تنطلق بهذه اللحظات مع هنالك هادي بن سالم بن قطامي المري بتقديم هذه العروض الجميله. وابناء هنالك ميدان الجزيره يفرحون مع هذا الناموس المميز وختامها مسك مع الباسله ومع لحظة قدوم إلى خط النهاية الثانية. والتبريكات ثاني المراكز كان الوصول من قبل وهايب ناصر بن علي بن عبيد المري المركز الثالث. كان التواجد والقدوم من قبل الشاهين محمد بن راشد الفهداء المري المركز الرابع. كان التواجد من توق المحسن بن محمد بن مسر بن محميد المركز خامس المراكز. كان الوصول من قبل منصورة لمسفر بن حمد بن مسفر الشهواني. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء شاهدنا هذه المنافسة الجميلة التي دارت بشوط الختام وشوطنا الثامن عشر الذي كانت فيه المنافسة مستمرة حتى خط النهاية. نهني مالك الباسلة من حصل على ناموس هذا الشوط، والباسلة هي من حققت هذا الانتصار المميز لهادي بن سالم بن قطام المري من قدم لنا الباسلة المتوجة بهذا الناموس. نشاهد ملخص الشوط الماضي الذي انقضى قبل قليل والأمور التي دارت واللقطات الجميلة التي التقطتها قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا السباق ولهذا الحدث الجميل. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء ننتظر لحظة وصول الباسلة، دقيقتين 54 ثانية 46 جزء من الثانية. الثانية التبريكات نزفوا لهادي بن سالم بن محمد الفيدة المري. ثاني المراكز كان الوصول من قبل توق، دقيقتين 55 ثانية 24 جزء من الثانية. الثانية التبريكات لمحسن بن محمد بن مسلم بن حميد المري المركز الثالث. كان الوصول من قبل ثالث المراكز الشهنية، وكان توقيتها الزمني
دقيقتين 57 48 زمن الثانية. الثالث تبريكات نزفه لمحمد بن راشد بن عبد الله الفهيدان المري على حصول شني على المركز.